طيب ماذا عن الأصدقاء دكتور؟ إذا حصل خلاف بيني وبين أصدقائي، ما هي أخلاقيات هذا الخلاف؟ يعني وجدنا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات النفاق، أنه إذا خاصم فجر. إذا أصبح خلاف بين الأصدقاء بنت زميلتها بالدراسة، هو الحقيقة أنه في نص لسيدنا علي دقيق جدا: لا أصرم أخا قبل أن أعاتبه. ما الذي يحصل؟ يرتكب هذا الصديق خطأ، صديقه لا يفاتحه به، خطأ ثاني تراكم، ثالث، الرابع، الخامس. حينما تتراكم الأخطاء عندئذ تكون القطيعة. فلو أنه حينما أخطأ الصديق عاتبه، وهذا انطلاقا من قول سيدنا علي: لا أقطع أخا قبل أن أعاتبه. جميل، أعاتبه أنا تألمت منك من هذه الكلمة، فينتبه الصديق، وما دام حريصا على صداقة صديقه لا يعيدها معه مرة ثانية. أنا أعجب، أشد العجب من زوج أو من صديق يتألم من زوجته فيقاطعها. هل أبلغتها سابقا أن هذا الكلام يؤذيني أو لا أحبه؟ ما بلغها. وفي عنا قاعدة أصولية: لا عقوبة من دون توضيح. جميل، في بيان أولا، بعد البيان في عقوبة. ما بين لها. إذن النقطة الأولى بين الأصدقاء أن الواحد يتحدث: أنا يزعجني هذا السلوك، أو لمن حصل الموقف الفلاني تألم. يعاتب، المعاتبة يعني لها آثار نفسية كبيرة جدا. هل المعاتبة تتناقض مع مفهوم التمس لأخيك عذرا؟ لا، أي موضوع ثاني. كيف نفهم